مشاهدينا، خصصت مملكة البحرين اليوم 17 من ديسمبر ليكون يوما خاصا للشهيد. فهذه المناسبة تأتي تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات شهداء الوطن وأبنائه البررة من منتسبي قوى الدفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني، اللي بذلوا بأرواحهم فداء لتراب الوطن، مسطرين أبرز وأروع صور التضحية والنبل والمبادئ الإنسانية والوطنية الراسخة في قلب كل بحريني وكل صاحب رسالة. نعم بالفعل عبد الله، وفي هذا اليوم الذي أمر فيه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتخصيصه ليكون يوما وطنيا ثابتا من كل عام للاحتفاء بشهداء الوطن الأبرار وتكريمهم تكريما رفيعا، فهم أوسمة الفخر والشموخ وتزامنا أيضا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد، لنؤكد أن ذكرى الشهيد باقية وحاضرة معنا، فالبحرين تعز وتقدر من صوروا أروع صور التضحية من أجل الوطن وصون أمنه واستقراره. داعين الله عز وجل بمناسبة الذكرى العطرة ليوم الشهيد بالرحمة والمغفرة لرجال البحرين الأوفياء الذين قضوا نحبهم وصدقوا عهدهم فداء لوطنهم وتلبية لواجبهم منذ فجر تأسيس الدولة البحرينية المباركة، وستنير تلك المواقف سماء تاريخنا الوطني الذي سيسجل لهم تضحياتهم الكبيرة بأحرف من نور. شهدائنا الأبرار، الحديث عنهم وعن بطولاتهم ما توفيه كلمات، ولكن اليوم بنتعرف على مظاهر الاحتفاء بيوم الشهيد مع ضيفنا في الاستديو النقيب صالح الحادي من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية. يا هلا ويا مرحبا فيك. يا مرحبا فيكم، مشكورين على هذه الاستضافة. الله يسلمك. يعني في البداية هناك مظاهر عديدة للاحتفاء بهذا اليوم بيوم الشهيد، يعني بدنا نعرف أو نشير إلى بعض من هذه المظاهر. نعم، لا يخفى على الجميع فتاريخ 17 ديسمبر من كل عام فهو يوم عظيم لمملكة البحرين وشعبها، فهو أولا يصادف عيد جلوس سيدي صاحب جلالة الملك المفدى، وأيضا يصادف ذكرى شهدائنا الأبرار الذين قدموا تضحياتهم في سبيل الوطن. أيضا خلال هذه الفترة يتم لبس وردة الشهيد، وبالتحديد بتاريخ 9 إلى 17 ديسمبر من كل عام، وأيضا يتم عمل مقاطع تلفزيونية وأعمال تصويرية تخلد ذكرى الشهداء الذين يضحوا في سبيل الوطن. نعم طبعا النقيب صالح، حابين نتكلم أكثر عن يعني الدعم اللي تقدمه وزارة الداخلية لرعاية أسر الشهداء شهداء الواجب. نعم، بتوجيهات من سيدي معالي وزير الداخلية، فإن وزارة الداخلية حريصة جدا على تقديم كافة أنواع الدعم إلى أسر الشهداء وذويهم. ولو بنتكلم من ناحية الدعم الاجتماعي والنفسي، فإن وزارة الداخلية تقدم كافة أنواع الدعم النفسي والاجتماعي بالتنسيق مع فرع الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي. أيضا هناك برامج متخصصة في المراحل التأهيلية والعلاجية لأبناء الشهداء، وذلك بمساندتهم وزيارتهم وتقديم كافة الاحتياجات الضرورية لهم. أيضا هناك يتم تعزيز كامل الكفاءة والمهارات لأبناء الشهداء لكي يستطيعوا مواجهة مختلف مراحل الحياة في جميع المراحل التي مرون بها، كمشاركتهم في النشاط الصيفي والمناسبات والأعياد. أيضا يتم إطلاق الحملات والفعاليات التي تذكر أبناء الشهداء بمدى فخرهم واعتزازهم بما قدموه آبائهم وذويهم في سبيل خدمة الوطن. كذلك أيضا وزارة الداخلية تقدم كافة الرعاية الصحية اللازمة من خلال متابعة
الأمور الصحية لأبناء الشهداء ومتابعة وضعهم الصحي وتلبية كافة احتياجاتهم ومراعاتهم للأمور الصحية. يعني سعادة النقيب صالح، احنا بنتكلم عن الدعم المادي، شلون يكون وهل يمكن توضح لنا أكثر؟ نعم، أيضا بتوجيهات من سيدي معالي وزير الداخلية، فقد تم استحداث مكتب رعاية أسر الشهداء بالموارد البشرية في وزارة الداخلية، الذي يهدف إلى تقديم وتسهيل وتيسير كافة الأمور الإدارية أو المالية التي من خلالها يستطيع أبناء الشهداء وأسرهم من الحصول على كافة المنح والمخصصات الشهرية أو التعويضات اللازمة لكي يستطيعوا أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. ذلك يتم بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة. أيضا يتم ترقية رتبة الشهيد إلى الرتبة العسكرية التي تعلوها. نعم، وطبعا يعني إذا بنتكلم أكثر عن متابعة أبناء الشهداء، هل يعني تقدمون لهم مثلا توفرون لهم مثل ما يقولون التعليم اللازم بما يتوافق مع متطلباتهم واحتياجاتهم؟ بلا شك، وزارة الداخلية حريصة على متابعة التحصيل العلمي لكافة الطلبة، وذلك يتم عن طريق التواصل مع المعاهد والمدارس والجامعات والتأكد من سير الأمور التعليمية على أفضل وجه وبصورة طبيعية. أيضا لما بعد فترة الدراسة، فإن وزارة الداخلية تتكفل بجميع المصاريف اللازمة لمواصلة الدراسة الجامعية لأبناء الشهداء، وكذلك أيضا لما بعد فترة التخرج من الجامعة، فإن من أشكال الدعم الاجتماعي اللي تقدمه وزارة الداخلية فإنها تعطي الأولوية في التوظيف إلى أبناء الشهداء في الوزارة. أيضا من ضمن الأعمال أو الدعم الاجتماعي اللي تقدمه وزارة الداخلية، فإن يتم إشراك الطلبة أو عفوا أبناء الشهداء في جميع المشاركات والفعاليات سواء كانت داخل البحرين أو خارج البحرين. أيضا من النقاط المهمة، فإن وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الإسكان، فإنها توفر وحدة سكنية لأبناء وأسر الشهداء، وذلك لتسهيل كافة الاحتياجات الضرورية اللازمة لعيشهم بطريقة آمنة. وأيضا يتم منح وسام أو نوط الشهداء إلى ذويهم. النقيب صالح الحادي من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا على حضورك اليوم.